هذا ويعد سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني من أكبر التجمعات الإعلامية الخليجية، خصوصا وأنه يجمع شركات الإنتاج والتوزيع الخليجية والعربية في مكان واحد، مما يتيح مجالا واسعا لتبادل الخبرات ويسهم في تعزيز الروابط ومجالات التعاون بين المشاركين. سوق فني يجمع مختلف القطاعات الفنية في دول الخليج العربية، ما جعله فرصة ذهبية لصناع المحتوى الإعلامي باعتباره تجمعا لشركات الإنتاج والتوزيع الخليجية والعربية، إضافة إلى وجود هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الخليجية تقدم كل جهة ما تتميز به من خبرات فنية في هذا المجال. السوق المشترك الموجود سوق الإنتاج فرصة للاطلاع على إنتاج دول خليجية في المجالات الإعلامية كافة، سواء كانت تلفزيونية أو إذاعية، وفرصة لتبادل الأفكار والتقاء لقاء المختصين، تبادل الأفكار، تبادل الخبرة، تبادل المعلومات حول إنتاج الإعلامي متنوع، وكذلك لتذليل الصعاب في او اي يعني معوقات لتعزيز التعاون فيما بينهم في المجال الإعلامي. في هذا السوق تطرح شركات الإنتاج أجمل وأقوى أعمالها الإذاعية والتلفزيونية، ما يزيد من حدة التنافس لحصد جوائز المهرجان بمختلف أفرعها، فضلاً عن إن هذا التجمع يعد الأقوى خليجياً لما يضمه من خبرات فنية تجتمع في البحرين منذ سنوات خلت. السوق المشترك لا من الأهمية الكبيرة للأمانة، أول شيء في عرض الإنتاج، في زيارة الوفود الإعلامية من الممثلين ومن نجوم ومن مؤسسات إنتاج وشركات إعلامية، فدولة الكويت للأمانة تهتم في هذا الجناح وتهتم في السوق بشكل عام. وجود هذا المهرجان يساعدنا على الأقل في أن تكون في منافسة خليجية صحيح، ولكن كذلك في مهرجان اتحاد الإذاعات الدول العربية عربية لرفع مستوى إنتاجاتنا العربية. هذا عملية المنافسة الدائمة هي مهمة جدا لرفع طبعا الإنتاج العربي في هذا. سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والذي يتم تنظيمه بالتزامن مع مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يحظى باهتمام كبير من قبل مهتمين يحرصون على التواجد من خلال أجنحة تتولى عرض أحدث إنتاجهم البرامجي. مشاركات خليجية متميزة تلتقي في البحرين لتتبادل الخبرات الفنية في هذا السوق وإيجاد نوع من التعاون المشترك من خلال إبرام الاتفاقيات للدفع بقطاع الإنتاج الفني في هذه الدول للإبداع أكثر في هذا المجال وتعزيز الهوية الفنية الخليجية من خلال كل ما يطرح فنياً. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.